مساك افهم الاذاعه الاولى في تونس ما احنا في سيدي بوسعيد باش نعملوا اول تدشين للروبو روبو كي كوليكت لي ديشي دي بور دونك الروبو هذا متمثل في سياره دونك فيها دي ديسپوزيتيف تيلي غيدي ا ديستانس وي ايكيبي دان فيلي دو بيش ريسيكلي دو بلوزيغ ماياج احنا اليوم جبنا لو ماياج مويان فما لي اكبر بور كوليكتي دي غران ديشي وفما لي اصغر يوصل حتى بور كوليكتي دي ميكرو بلاستيك 250 ميكرون دونك جبناه احنا في اطار لو ترانسفير دو تكنولوجي بور لو بريزونتي او سوسيتي تونيزيان les communes نتاع لي بور pour aussi les ports de plaisance ولا les ports de pêche كان يحبوا نصنعوا منه اكثر في تونس باش نحاولوا نحدوا من التلوث الموجود في الابراج التونسيه واحنا هنا اليوم مع ممثلين من وزاره البيئه وزاره السياحه وزاره الفلاحه واللي بور والبلديه سيدي بوسعيد باش نحاولوا نشوفوا نجاعه المنتوج هذا ونحاولوا نعموه على الابراج التونسيه الكل جبنا البروتوتيب هذا جوست بور سنسيبيليزي لي جون سورتو عن النظافه نتاع لي بور معناتها حاجه سامبل افيكاس سا كوت بريسك ريان يعني سوفي خديتو ولا صنعتو ولا معناتها جبتو عندك جوست باش تشارجي لي باتريه كهاو تحكم فما بليزور ميثود اذا تحب لا بلو سامبل جوست تيلي كوموند معناتها راديو معناتها كيما كاينه جوي معناتها جوست معناتها تحطو في الماء وتبدا معناتها تقيدي فيه gauche droite avant arrière latéral كيما تحب انت الباتري يعني الباتري انت والutilisation اما plein régime ويخدم معناتها sans arrêt كيما نقولوا 12 heures بالطبيعة الشارج نتاع التليكوموند اكثر 24 heures فهمت دونك الاوتونومي ماهيش مشكله خاطر اون فيت نجم تشري دو جو دو باتري تشارجي واحد وتحط واحد معناتها كافيلك نهار كامل برسك